أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى بعض الناس إذا دفنوا ميتهم في المقبرة صفوا صفا يتقبلون العزاء فيصافحهم الناس ويعانقونهم للعزاء، السؤال هل هذا الفعل صحيح؟ ترتيب هذا يتخذ ترتيبا دائما هذا لا ليس صحيحا، وأما إذا فعل بعض الأحيان أو يعني من باب اللقاء التقوا بالمصاب وعزوه عند القبر أو وهو خارج من المقبرة من غير ترتيب فلا بأس، أما أنه يرتب ويقال للعزاء عند القبر ويصفون، أو ربما الآن يطالبون بناء مظلات في المقبرة لأجل العزاء هذا باطل ولا يجوز.